السلام عليكم، معاكم إبراهيم سالم، وفي السلسلة دي إن شاء الله هتكلم عن حالة مشهورة جدا في مجال العلاج الطبيعي للأطفال، وهي الكونجينيتال ماسكولار تورتيكولوس. هنتكلم بالتفصيل إيه هي الديفينيشن بتاع الكونجينيتال ماسكولار تورتيكولوس CMT، وبتحصل إزاي، والتايبس بتاعتها، وكمان هنشوف هندخل أكتر في المجال الفيزيكال ثيرابي، إزاي تعمل أسسمنت أوف أ كيس أوف كونجينيتال ماسكولار تورتيكولوس، وكمان هنتكلم practically ال physical therapy intervention for such cases. ايه هو congenital muscular torticollis؟ بيقول لك هو posture deformity of the neck، بيحصل tilting للhead to one side. السبب بتاعه قد يكون congenital او قد يكون ocular. ال congenital في الغالب بيبقى فيه problem في ال sternocleidomastoid muscle. المسل دي بتبقى مسؤولة على ان بيحصل لو هي بتشتغل على one side ipsilateral side، هيحصل flexion او tilting للhead toward the ipsilateral side the same side and rotation للhead to the other side، وممكن يكون معاه flexion في النك كمان. لو حصل shortening في المصل ده طبعا بتاخد السيجمنت at the same position بتاع الاكشن بتاع العضلة، فبالتالي لو الناحية الشمال عند الطفل ده في shortening هيحصل tilting للهيد زي ما هو واضح قدامك toward the left side و rotation to the other side. مش شرط انك تلاقي الطفل عامل rotation، ممكن تلاقي بس just ان هو عامل tilting to one side، ومش شرط تلاقي للطفل نفسه عامل flexion في النك، ممكن بالعكس تلاقي عامل extension as a result of the forward head position. خد المعلومة دي كده بسريعا كده، اغلب حالات ال CMT هتلاحظ ان ناحية ال affected side في flattening في الفيس in compared to the contralateral side.